على ضوء القرار الذي أصدره اللواء شلال شائع مدير أمن عدن بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، شهدت المدينة تطوراً ملحوظاً من خلال استجابة المواطنين لهذا القرار، مؤكدين دعمهم لتحقيق الأمن والسلام في المدينة. طفل قبل فترة في المنصورة مروح من المدرسة خارج يرجع للشارع طلقة في رأسه وأصبح ضحية، من القاتل لا أحد يعرف. فنحن في هذا الوقت نعتبر ان اي واحد يطلع يطلق الرصاص يعتبر قاتل. هذا يضربه بالقوي ويقول لك هذا زفاه، هذا زواق، وهذا النازل يقف الضحايا. مش مع الحمله هذه اللي اصدرها شلال ورحنا معه. في مديريه التواهي تم استدعاء احد المواطنين في ليله عرسه، حيث ذهب الى مركز الشرطه ملبيا لاستدعاء، واكد على استعداده لتقبل العقوبه الملائمه جراء العيره الناريه التي اطلقت في حفل زفافه. كان العريس صراحه افلك جذورنا لاستجابه للنداء، واتى الينا في ليله عرسه الى الشرطه وقال رحنا مع القانون مستعدين ان نطبقه بكل حذافيره. برجال الأمن وتجاوب المواطنين إلى القرارات الأمنية وخضوعهم للقانون، سيستتب الأمن ما يساعد على نهضة العاصمة المؤقتة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.